بسم الله الرحمن الرحيم. الخبير دينا عبد الصاحب الشماع، الخبير في دائرة المكان وتطوير الحقول في وزارة النفط، أهلا ومرحبا بك وأنت في ضيافة الجامعة التكنولوجية قسم هندسة تكنولوجيا النفط. أهلا وسهلا بك. ست يعني حضرتك الآن تحاضرين في قسم تكنولوجيا النفط. نود أن نعرف مدى تأثير هذه المادة التي تدرسيها على البيئة العراقية بشكل عام. المادة اللي أدرسها هي الرزف والمانجمنت، هي مادة حديثة دخلت إلى جامعة بغداد بسنة 2009 ودخلت الآن الجامعة التكنولوجية لأول مرة، لأنه هاي أول جروب يوصل للصف الرابع. الرزف والمانجمنت هو مادة جدا مهمة لأنه تهيئ الطالب لمعرفة كيفية التعامل مع الحقل من بداية استكشافه وحتى نهاية حياته، يعني من الإكسبلوريشن، فترة الإكسبلوريشن إلى أن يكون أباندنت. هاي المرحلة كان الطالب ما يتعرف عليها سابقاً لأنه هو يدرس مجموعة من الدروس المتفرقة اللي تضم في داخلها تحاليل لغات، تحاليل بي بي تي، معادلات نظرية. هذا الدرس الوحيد اللي ما بي أي شرح نظري خالي، وإنما تطبيق عملي للمعلومات اللي أخذها الطالب خلال سنوات الدراسية وكيفية استغلالها لفائدة الحق في عدة جوانب إيجابية بعد التخرج. من فضلك ست فاضلة، يعني قبل أن ندخل في النواحي الإيجابية، نعم، يعني أنتم الآن تدرسون جانب عملي غير النظري؟ لا، هو الدرس كله عبارة عن موضوع نناقش فيه المعلومات اللي تم أخذها من قبل الطالب وكيفية استخدامها وتطبيقها على أحد الحقول العراقية لغرض أن نطور هذا الحقل. هذا الموضوع الطالب أحياناً يشكي، يقول أنا مدى أخذ مادة نظرية، ما أعرف شنو أقرأ. إحنا ما مطلوب من عنده أي شيء أن يقرأ، وإنما يطبق ما تعلمه على الحقل. فنبدي وياه خطوات، فمثلا اول ما نبدي وياه انه شلون اتعامل مع البيرو ومعلوماته، وابدي اطلب من عنده ان يصدر تقارير فرديه في كيفيه معلومات هذا البير وش ياخذ من هذا التقرير. هذا سابقا في الزمن السابق كان ممنوع على الطالب ان يشوف معلومات فعليه. بالوقت الحاضر والفضل والجهد نحكيها صراحه للاستاذ احمد الشماع اللي بالتعاون مع الدكتور محمد صالح أول من هو اقترح هذا الموضوع، دخلوا معلومات حقلية فعلية يباوعها الطالب ويتعامل بها. فكان عندنا واحد من الحقول اختاروها بحيث يتضمن كل أنواع المعلومات. الآن الطالب يطبق هاي المعلومات ما درسه في محاولة للحصول إلى أفضل تطوير للحقل. أكو نقطة أخرى جدا مهمة، الطالب بعيد كان عن السوفت وير اللي هو الآن يستخدم في وزارة النفط. إحنا ما نقول exactly هو السيم السوفت وير، لكن ما كان حتى من يسمعه يرتعب، ما يعرف هو شنو هذا السوفت وير. الآن جت نسخ من هذا السوفت وير، وخصوصا البترال، الإيكليبس، السي إم جي اللي تتعامل بالجامعة، فأصبح يتعامل وياه بكل بساطة وكأنه يتعامل مع برنامج إكسل أو وورد أو أي برنامج بسيط. هاي الطريقة تخلي المهندس من يتخرج، من يدخل لعالم الصناعة النفطية، هو دا يدري شنو أبعادها، دا يفتهم أنه مش راح يواجه الحاجة. فتلنا أول ما تخرجنا بال76 من شف التقرير ارتعبت، لغة إنجليزية متكاملة ومواضيع أصلاً ما شايفتها أنا قبل، هسه لا شايفة هاي التقارير ومتعامل بيها. فأصبحوا الخريجين الجدد اللي يجون لوزارة النفط مؤهلين من بدايتهم في أن يتحملون أي مسؤولية، يقدر أن يشارك في أي دراسة، دا يتفهم كل المواضيع. بس هو كرزوار مانجمنت لو نجي عليه أنه المحاولة في تطوير الحقل بأقل كوست ممكن، بأعلى بروفيت ممكن، بأقل خسائر ممكن، وهذا كله يخلق لك جو اقتصادي متكامل
بحيث بعدين من ينتج الحق المالتك انت مختار له افضل الخطط وتضع له خطة مستقبلية وليس خطط آنية فقط بالوقت الحاضر، وإنما أخطط له من أنا 25 سنة ويبقى سيركب حياة الحقل أبقى. بعد بديت أنا عندي 5 آبار حفرت وخليت له خطة 25 سنة، حفرت 5 إضافية، استجدت معلومات، أعدت دراستها، كونت صورة أوضح، رجعت دائماً يكون دائماً أكو تحديد ويخليك كل مرة احتمال تغير الخطة تتحول إلى خطة ثانية بحيث أنت مواكب حياتي. هذا كلش مهم من بداية حياة الحقل يدرس الشخص ويتابعه، لأنه بالنتيجة بيفت تحصيل مادي عالي جدا وربح عالي وأفضل كمية منتجة لديمومة الحقل. أحيانا أكو حقول ينتج بمعدلات عالية لكن إحنا خسرنا الحقل أسرع، واحنا اهم فاكتور عندنا هو الريكفري فاكتور، انه قد انا اقدر استخلص من هذا النفق، فانا راح يكون جهدي في كيفيه تحقيق ماكسيمم ريكفري فاكتور بوسيبل فور ذات ويل. هاي المهمه مالتي فور ذات يعني فيل، هاي هي المهمه مالتي اللي انا اسعى لها واللي تنهي الطلبه لها. لكن لو نجي من نواحي ايضا بيئيه نفهم للطالب انه شلون لازم ياخذ بنظر الاعتبار تلوث البيئة الموجود، شلون نسبة الغاز المنتج لازم شلون يسعى إلى تصريفه والاستفادة منه، شن هي الجوانب الإيجابية اللي هو يساعدنا بها في تجاوز بعض المشاكل مثل إنتاج المي مع النفط، إنتاج غاز بكميات كبيرة. نحاول نخلي الطالب يستخدم ذهنيته، لا نحاول نجمده مع كتاب وإنما ذهن وتفكير. هل قمتم بزيارات إلى الحقول النفطية؟ نعم، مسوي لهم زيارتين لدكتور محمد، مسوي لهم لحقل الأحدب وضراحوا وشافوا. لكن أنا أبقى أقول في الوقت الحاضر التدريب قليل بالنسبة للطلبة، بالنسبة لما كنا نتدرب عليه. كنا سابقا من صف الثاني كلية احنا درسنا 5 سنوات ثاني وثالث ورابع، نعيش شهرين بالحقل متكامل بكل أحداثه بحيث صار جزء من حياتي. نعم. قبل ما أني أتخرج هم شوية لا يزالون فيها، لكن افتهمت أنه العام الماضي الدكتور محمد زج مجموعة من الطلبة وراحوا شركة نفط الجنوب وعاشوا وياهم شهر كامل. نعم. قبل كانوا يوفرون السكن والإقامة والطعام والخدمة، حتى البنات يروحون ببساطة. نعم. للأسف هسه هالتوفير هذا يصير به مشاكل، وهذا يعيق قضية بعض البنات أن يحصلون حقوقهم بالتدريب بكل وقت. على اعتباركم جهة مستفيدة وزارة النفط، نعم، هل عملتم على توفير مناخ جيد للطالب المتدرب في الوقت الحالي أو في الوقت القريب؟ ما قلت لك أنا لا نزال في الوقت الحاضر أي شيء ما متوفر للطالب، يعني يحاولون جهد إمكانهم. مع العلم شركة نفط الجنوب أنا أشوف عندها إمكانية مثلاً مادية، شركة نفط الشمال مادية مستقلة، شركات مادية مستقلة. ولكن كنا سابقاً كان عندنا بيت وطباخ يطبخ وطبابة مستقلة، فكانت أكو خدمات. أنا رحت بنفط الشمال خدمت 8 سنين بالحقل فوق الرق، لكن ما حسيت أني فوق الرق لأنه كل الخدمات متوفرة. غرفة مستقلة، خدمات كاملة، نقل متوفر. الآن هاي كلها مو متوفرة، وبصعوبة يحاول دكتور محمد أن ينسق ويا التدريب النفطي ويا شركة نفط الجنوب أكثر من شركة نفط الشمال، لأنه شوية أسهل التحرك بها، أنه يوفر لهم سكن، أنه يحاول يوفر لهم مناخ جيد. بس للولد ممكن، لكن للبنات أعتقد لا يزال صعب. بإمكان الوزارة أن تتبنى هذا المتبنى؟ تقدر تتبنى. ما المانع؟ أبسط شيء يقول ممكن أن يتأجر لهم غرف وفنادق وتتوفر لهم به خدمة، لكن لا نزال أكون فنتقاب في هذا الموضوع. يلا تسعى دائرة التدريب والتطوير وبالتعاون ويا رئاسة الجامعة مالتكم في محاولة تفهم هاي المشكلة، لأنه المشكلة اللي نواجهها أنه بنات يتخرجون حتى صعوبة بالتعيين. نعم. خطيئة، لأنه إحنا سابقا تخرجت تعينت بنفط الجنوب سنة، رجعت بنفط الشمال 8 سنين، بس أنا متوسل. نعم. لأنه عندي دار سكن
عندي حتى الكوين أخذ من عندي ينغسل الكوي حتى الطعام يوصلني بأفضل أنواعه، وأكو من يخدمنا ينظف لنا دار السكن. هاي لو تتوفر كلها، ودار سكن للولد ودار سكن للبنات مثل ما جنة، ما أعتقد أكو بنية راح تقصر في إداء الواجب. نتمنى من حضراتكم أن تحملون هذه الأمانة وتطالبون على اعتباركم جهة مستفيدة أولاً، على اعتبار النفط أنه هو عصب الحياة الاقتصادي للعراق. صحيح. يعني والآن يعني إحنا نعتمد بالعراق على بنسبة تفوق 90% أو 95%. صحيح. اقتصاد العراق يعتمد على النفط. صحيح. يعني نتمنى من دائرتكم الموقرة أنه تتبنون هذا الموضوع حتى توفرون فد أجواء بيئية مناسبة ممكن أن يلجأ لها الطالب المتدرب والطالبة. صحيح. المتدربة حتى ينهض بالواقع. استاذ للعلم درجان حتى رواتب تنصرف لنا اثناء التدريب. نعم. لانه يعتبرونه فد شيء فعال. بذاك الوقت كان ينصرف لنا 100 بالشهر. نعم. بحيث نرجع ملوك موصل 100 دينار طبعا. 100 دينار. نعم. يعني ارجع انا للبيت ملك راتبي اكثر من راتب والدي. نعم. وانا رايحه شهر واحد، فهذا يحفز يعطيك دافع ويخليهم يكلفوك بشغل لانه يصرفوا لك فلوس. انت مو رايح متفرج. نعم. اتمنى هذا لو يرجع ان شاء الله. والله يا ريت. طيب على اعتبار هذا الدرس اللي تعطيه حضرتك يعني اشبه بالنشاط اللاصفي في الدروس الاخرى، يعني هو غالبا ما يكون قريب الى نفس الطالب. نعم. والدرس القريب الى نفس الطالب يكون مدعاة للابداع لدى. نعم. الطالب. صح. هل لمستم هذه الـ 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 الرغبات موجوده لدى الطالب في قسم تكنولوجيا النفط؟ مو الجميع، مو بس التكنولوجيا النفط، أنا درس بجامعة بغداد أيضا. نعم. نقدر نقول نسبة فقط 10% من الطلاب اللي يأخذ الدرس كدرس للإبداع. نعم. أما تدري لأنه هم ملزمين بمعدل ودرجات وكأي طالب آخر. نعم. فثقل وجهده في تحصيل الدرجة وليس في أنه شون راح يبدع وشون، لكن لمست 10% وأنا أعتبرها نسبة كلش عالية وجيدة، يحاول جهده أنه يبدع بهذا الدرس حتى يلاقي قبول من قبل الأستاذ. إذا ما قدر لنا أن نوزع المسؤوليات بين وزارتي النفط من جانب على اعتبارها جهة مستفيدة، ووزارة التعليم العالي على اعتبارها الجهة المعلمة. نعم. أو الجهة المنتجة. نعم. ستحملين المسؤوليات لمن هنا ولمن هنا؟ أنا أعتقد المفروض يصير إسناد مادي من قبل وزارة النفط. نعم. بس على شرط، وهذا من حقها كممول مالي، أن تشكل مثل بعض اللجان المشتركة اللي تدير وتشرف مع بعضها بين التعليم العالي ووزارة النفط، فيكون هناك فنوع من التنسيق في وضع المناهج، في اختبار كفاءة الطلاب، في تحديد الأساتذة المشاركين، لأنه أنا أعتقد ضروري قسم النفط يطعم بأساتذة من وزارة النفط، لأنه يشكلون في شيء متكامل، هنا أكو الجانب الأكاديمي وهنا أكو الجانب العملي، فلو ألزمت وزارة النفط بتهيئة كوادر بمختلف المستويات، إحنا ما نقول إلا يدرسون صف رابع لو إلا ثالث لو ثاني، إنما يجب أن يدخل الجانب الأكاديمي مع الجانب العملي حتى الطالب يطلع شايل في البذرة جيدة. أما أنت مجرد جانب نظري هذا لا يسد أبدا، ومجرد جانب عملي أيضا ما يسد، فبس لازم أكو لجان تنسيقية موحدة تشكل بمستوى عالي بين الوزارتين حتى تنظم العمل، وكل ما زاد التمويل أعتقد من وزارة النفط راح تكسب بذرة أكبر. يعني لا بد أن يكون للأسف صار خلاف. نعم. في وقته. نعم. ترى حاولنا مو بس ويا جامعاتكم، حاولنا ويا جامعة أمريكية. نعم. نسوي في الجامعة بمستوى كلش عالي، صار الخلاف نفطية. نعم. دخلت التعليم العالي في الموضوع، تعليم وزارة التعليم العالي قالت أنا اللي أمنح شهادات عليا، مو من حق وزارة النفط أن تعطي شهادة عليا للطالب. نعم. يابا أوكي ما يخالف امنح الشهادة العليا، قالت أنا اللي أدخل بالمناهج ما حق وزارة النفط، قالت وزارة النفط أنه أنا راح أصرف المبالغ، لكن بالنتيجة ظلت المناهج قيد نفس الجهة المشرفة على المناهج. نعم. إذا نحن لا طورنا منهج، لا طورنا مستوى تدريسي، لا عدلنا كل شيء، ومع الأسف اندثر المشروع.
بين الخلافات. استشف من كلامك أنه لا بد من خلق حالة من التزاوج بين حقل العمل والجانب النظري. نعم. لا بد ولا بديل عن ذلك. أبد. نعم. أبد حتى تقدر تخرج مهندس جيد. على اعتباركم مارستم مهنة التدريس من فترة ليست بالقليلة. نعم. وأكثر الناس احتكاكا ربما بين وزارتي النفط والتعليم العالي. نعم. ماذا تواجهون من مشكلات تحديدا ربما يكون من السهل حلها لو قدر للمسؤولين أن يشاهدوا هذا الشريط؟ هي مو مشكلة بالمشكلة بالشعب العراقي ككل. تعرف الشعب العراقي وجزاني وحدة من عندهم. نعم. أنا أشوف نفسي خبيرة وفاهمة ما أحتاج أي أحد يدخل وياي، وغيري أيضا يشعر حتى لو هو محتاج. يعني أكيد بيه نقاط ضعف، جزنا شايلة 10% من الأمور العلمية المتكاملة، لكن أنا بصفتي شايلة عنوان معاون مدير عام، شلون أعترف بوجود نقص بيه؟ المجتمع اللي حولك عنده نظرة ضعف، إذا أنا قلت أنه أنا خبرتي ترى أحتاج حوالي 90% معلومات نظرية، ترى فقدتها خلال 38 سنة الخدمة، راح المجتمع اللي حولك ينظر لك بنظرة نقص. هاي مشكلة المجتمع العراقي والشعب العراقي ككل، غير متعاونين غير متعالفين، وهذا اللي وصلنا لحال تعبان. وإحنا لهذا السبب مع الطلبة بالوقت الحاضر سوينا تيم، قمنا نقسمهم إلى تيم حتى يتعلمون شنو العمل الجماعي. لا يبقى، لكن واجهنا مشكلة كبرى، يجيك يقول لك أنا هذا الشخص ما حط إيدي بيده ما أشتغل، بس جبرهم دكتور محمد أنه التيم ما يكون باختياره، لأنه من راح يشتغل بالحياة العملية 100% مجبر أن يحط إيده بيد أي شخص آخر. نعم. فهذه همينة فائدة الدرس مالنا، أنه خلته يشعر فائدة أن يتعاون ويا غيره، لأنه قمنا نحاسبهم إذا ما مسوي الشغل تيم واحد بالمجموعة لاحظنا عنده نقص، النقص درجات كل المجموعة. نعم. وهذا هو لو تقرأ حضرتك عن الأهداف من الريزرفوار مانجمنت، هو خلق العمل الجماعي اللي يخلي لا الجيولوجي يستنكف من المهندس ولا المهندس، حتى الإداري له مكانة عالية في داخل التيم، لأنه هو الأورجنايزيشن مال كل الجروب. نعم. فإحنا هذا همين إذا نحاول نخلقه بداخله، لكن للأسف مشاكل هواية، وأحيانا بيهم واحد عنده يمكن 50% فهم يريد ينفرد وحده بالعمل، وكل فترة يجي يقول بس أنا ترى الفاهم وذولا ترى كل شيء مدى يشتغلون أو يفتهمون. بس مع ذلك إحنا دا نحاول، وهاي هي المشكلة بين التعليم العالي ووزارة النفط، أنه من منهم يبدأ بالكلام مع الآخر. وأنا حاولت ترى كل جهدي بدأت بيها التعليم العالي، قالت عندي هيك فكرة اسعي بيها، الوزارة النفط قالت احنا ما نوجه كتاب للتعليم العالي، خلي هم يوجهون الكتاب يقولون نريد نسوي لجنة مشتركة. والتعليم العالي قال ليش احنا اذا وجهنا الكتاب صرنا تحت رحمة وزارة النفط، خلي وزارة النفط توجه الكتاب. يعني صور خلاف على من يوجه الكتاب ومن يدير الأمور بالوقت اللي هو وجه الكتاب لن يقع تحت رحمة الشخص الآخر. لا ولا رحمة، ولا تزال مع الأسف نظرة الوزارة لأساتذة الجامعة، ذولا يفتقدون للعملي، وأساتذة الجامعة لمهندسي النفط أنه يفتقدون الجانب النظري. لكن هاللجان لا شكلت ولا دارت، ولو دا تجري هسه محاولات أنه يزجون الأساتذة في بعض الدراسات اللي تسويها الشركات، بس تصور تسويها الشركات الأجنبية تقبل أن ينزجون أساتذة ومهندسين من النفط، لكن شركاتنا الفعالة عندها نوع من التحذر والحيطة. هاي مشكلة يعني. أهم مشكلة، تواجهنا الآن شخصنة الموضوع، لو قدر أن نتخلص من شخصنة الموضوع وخلق أجواء تعاونية راح ننهض بالصناعة النفطية بشكل عام. نعم، مو بس الصناعة النفطية أستاذنا، حتى بشارعك. لا، على اعتبار أنه هو موضوعنا اللي نتكلم به، أكيد هو لو قدر أن نتعاون كل مشاكل المجتمع تنتهي. حضرتك أنا هسه أنطي معلومات للطلاب، نطلب تقرير كل طالب يسوي واحد. نعم. المعلومات هذه حجمها لو يشتغل شهر
ما يقدر حتى يدخلها على الحاسب، بدأوا يتململون. نعم. انتظرت من واحد منهم ينطيني حل لهيجي موضوع، كلهم بس يتململون. تالي وقفت قلت لهم بعض، انتم بكل بساطة لو كل طالب يدخل له فد 3% من المعلومة وغيره يدخل 3%، لأنه هي نفس المعلومة راح تشتغلون عليها كل طالب. نعم. وبعدين تتعاونون بيناتكم، كل واحد ينطي للآخر المعلومة، صارت المعلومة متكاملة لو لا؟ نعم. قالوا إيه صارت متكاملة. إذن إيش قد قضيت وقت عليها؟ قالوا 6 ساعة واحدة باليوم. جوني بالأسبوع الثاني قالوا 6 كل المعلومة طبت شوي بالعجل. شوف يعني ما يفكر أن يتعاون ويا القاعد بصف، بس أكو تململ، أكو هذا التعاون يعني على الوالو ينخلق، إحنا هذا الدرس على بيناتهم. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لا إن شاء الله، إن شاء الله نأمل بالجيل الجديد إذا واحد يظل يزج بي ويحاول وياه إن شاء الله يتعلم. الخبير في دائرة المكان وتطوير الحقول في وزارة النفط دنيا عبد الصاحب الشماع، شكرا جزيلا لحضورك. أشكرك. أسعدنا الحوار وياك. شكرا جزيلا. يا حياة الله. تسلم.